بيان عاجل من الحكومة بشأن إيقاف الدراسة وإلغاء الامتحانات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في قناة ترند. ولو الفيديو عجبكم تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي مشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعادة عنها بتقديم أبحاث. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزارة بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات والاستعادة عنها بتقديم أبحاث، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن. وشددت الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين واللي بيعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا. وفي سياق متصل، تلتزم كافة المعاهد والجامعات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، ده من خلال العمل على تقليل أعداد الطلاب في المدرجات وقاعات التدريس والمعامل، فضلا على الحرص على تقليل الزمن المخصص لجميع المحاضرات والدروس العلمية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبعا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة. وناشد مجلس الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومة لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب طلاب الجامعات. وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة. وفي نهاية الفيديو ياريت متنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي مشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.